تضطر إلى التخلي عن روتينك الصباحي طوال اليوم وتخرج الأمور عن السيطرة بدون خطأ منك. مثلاً، ماذا لو مرض طفلك واحتاج لنقله إلى المستشفى؟ فإن تفويت روتينك الصباحي سيكون أقل ما يقلقك. بطبيعة الحال، صحة طفلك لها الأولوية. ومع ذلك، بعض الناس قساة مع أنفسهم، لدرجة أن مثل هذه الظروف مجرد مواساة صغيرة رغم أنها خارج إرادتهم. فتفويت روتينهم الصباحي يؤنب ضمائرهم. عندما تضع الحياة العثرات في طريقك، فإن الاستجابة الأصح والأكثر عملية هي التأقلم معها. تقبل المقاطعة في صباحك، أعلم أن الأمور قد تخرج عن السيطرة، انسى الأمر وانتقل للخطوة التالية. في الواقع، من المفيد أن تدرك أن هناك بصيصاً من الأمل في خضم الصعوبات، في حين أن العقبات غير المتوقعة يمكن أن تؤثر سلباً على يومك، فإنها توضح أيضاً مدى أهمية طقوس الصباح بالنسبة لك، وتسمح لك بالتحكم في معظم أوقات الصباح سعياً وراء نية هادفة. ماذا لو كنت تكره الصباح؟ إذا لم تكن شخصاً صباحياً، فإن الاستيقاظ مبكراً سيء بدرجة كافية. بمجرد أن تغادر سريرك المريح، فإن التفكير في ممارسة اليوغا أو الركض أو الكتابة في دفتر يومياتك يجعلك تشعر بالفزع. تلوح الفكرة فوقك مثل سحابة مظلمة في الأفق. ونظراً لهذا الأسلوب في التفكير، كيف يمكنك الاستيقاظ مبكراً وأداء روتين الصباح يوماً بعد يوم؟ إليك ما وجدته حقيقياً في حياتي. نجاحك لتصبح شخصاً صباحياً يعتمد 90% على سلوكك و 10% على مظهرك. سلوكياتنا تحدد من نحن وما يمكننا تحقيقه، كما تحدد حدود قدراتنا. هذه أخبار رائعة، لأنك تتحكم في نظرتك للأمور. أنت بطل أو بطلة حياتك، ومسؤول عن الطريقة التي ترى بها نفسك. هذا يعني أنك يمكنك تعديل وجهة نظرك للتغلب على العادات السيئة وتبني عادات جديدة تساعدك على تحقيق أهدافك. مثال على ذلك، لنفترض أنك تتحجج لسنوات بأنك لست شخصا صباحيا، هكذا ترى نفسك، وكأنك كتبت سيناريو خفيا يعرف هذه الصفة كجزء من شخصيتك. في هذه الحالة، يبدأ تحولك إلى شخص صباحي عندما تنوي تغيير هذا السيناريو. بمجرد أن تبدأ برؤية نفسك شخصا صباحيا، سيصبح الاستيقاظ مبكرا أسهل عليك. ستكون أكثر حماسا لبدء اليوم، خاصة بعد تحديد نواياك وأهدافك. هذا السيناريو الخفي لا يتغير بين عشية وضحاها، ولن يكون الأمر سهلا، وحتما ستواجه مقاومة داخلية أثناء محاولتك لتعيد تدريب عقلك على قبول هذه الهوية الجديدة. ولكن بمجرد أن تغير نظرتك للصباحات، ستكتشف أن تحويل نفسك إلى شخص صباحي ليس بالصعوبة التي كنت تتخيلها، بل قد تكتشف أنك تزدهر خلال ساعات الصباح. تذكر أنك مخرج قصة حياتك. يمكنك إعادة كتابة السيناريو بأي طريقة تختارها. إذا كنت تكره الصباح حالياً، اسأل نفسك عن السبب. بعد ذلك واجه هذه الحجة لمعرفة ما إذا كانت صحيحة. من المحتمل أنك لست شخصا صباحيا لمجرد أنك أخبرت نفسك بذلك مرارا وتكرارا، فبرمجت عقلك على تصديق تلك الحجة خلال تلك العملية. ماذا لو استيقظت مرهقا؟ إذا كنت تشعر بالإرهاق عند الاستيقاظ في الصباح، فأنت لست الوحيد الذي يعاني من هذه المحنة. تظهر الأبحاث أن 40% من البالغين في الولايات المتحدة يستيقظون مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وقد تصل إلى 3 مرات وهم يشعرون بالتعب، و38 يعانون من الشعور بالإرهاق عند الاستيقاظ 4 مرات في الأسبوع. المشكلة هي أنك إذا كنت متعبا بشكل مزمن، فستجد صعوبة في مغادرة السرير عندما يرن المنبه. وإذا لم تتمكن من الاستيقاظ في الوقت الذي حددته، فلن يكون لديك الوقت الكافي لأداء روتينك الصباحي. لذا يجب أن تعرف السبب الأساسي لإرهاقك. كثير من هؤلاء الذين يشعرون بالتعب بانتظام عند الاستيقاظ لا يحصلون على قسط كاف من النوم. إذا كنت تواجه هذه المشكلة، فقد يكون الحل بسيطا.
مثل الذهاب إلى الفراش مبكرا. أنصحك أيضا بإعادة قراءة القسم رقم 10، نصائح سريعة تضمن حصولك على نوم هادئ كل ليلة. بعد قولي هذا، هناك أسباب أخرى تجعلك تشعر بالإرهاق في الصباح ولا علاقة لها بعدد ساعات نومك كل ليلة. ينام الكثيرون 8 ساعات ولا يزالون يشعرون بالتعب عند الاستيقاظ. وجد البحث المذكور أن 27% من البالغين في الولايات المتحدة أبلغوا عن ذلك. ما سبب هذه المشكلة؟ ما العوامل التي تساهم في هذا الشعور بالإرهاق حتى بعد حصولنا على مقدار النوم الموصى به؟ إليك بعض الاحتمالات. نوعية النوم السيئة. لا يهم إذا كنت في السرير لمدة 8 ساعات، ما دام مخ الإنسان وجسمه لا يمران بدورات نوم كاملة للتعافي من اليوم السابق. غرفة نوم خالية من الضوء الطبيعي. الاستيقاظ في الظلام يربك المخ، مما يجعله يعتقد أنه يجب أن يظل نائما. الضوء والظلام هما إشارات لإيقاعات الساعات البيولوجية والتي تحدد أنماط نومنا. استخدام الأجهزة قبل النوم مباشرة. ينبعث من الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت الضوء الأزرق الذي يخنق إفرازات هرمون الميلاتونين يعزز النوم ويحسنه. تناول الكحول قبل النوم قد تجعلك زجاجة ميرلو تشعر بالنعاس، ولكنه يحد أيضا من مقدار نوم الحركة السريع الذي يبدأ بعد حوالي 90 دقيقة من بداية النوم. الضغط العصبي. هل تشاجرت مع شريكتك أو شريكك قبل الذهاب إلى الفراش؟ هل وظيفتك على المحك؟ هل توفي أحد أفراد أسرتك مؤخرا؟ تزيد هذه الظروف من مستويات التوتر لديك، ويمكن أن تلحق الضرر بقدرتك على النوم بشكل سليم. إذا كنت تشعر بالتعب بانتظام عند الاستيقاظ، فحاول أن تحدد السبب. لا تفترض أن الأمور على ما يرام لمجرد أنك في السرير لمدة 8 ساعات في الليلة. قد تكون هناك مشكلات أخرى تمنعك من الاستمتاع بالنوم المريح الذي تحتاجه للشعور بالنشاط عند الاستيقاظ. إذا كنت غير قادر على تحديد السبب أو الأسباب بنفسك، فاطلب المساعدة من خبير النوم، وهذا أمر مهم. ماذا لو كنت معتاداً على زر الغفوة؟ يتعامل العديد من الأشخاص مع زر الغفوة على منبهاتهم وهواتفهم كما لو كان صديقاً موثوقاً به. بطريقة ما، فهو الصديق الأول الذي يستقبلونه في الصباح وهم يمدون يدهم بترنح للضغط على الزر. لكن خاصية الغفوة بالتأكيد ليست صديقك. في الواقع، يمكنها أن تدمر صباحك وتؤثر سلباً على يومك بالكامل. يضغط معظم الناس على زر الغفوة سنوز للحصول على بعض دقائق إضافية من النوم، لكن من المهم أن تدرك أن هذه الدقائق الإضافية غير مفيدة. لن تشعر بمزيد من الراحة عندما يرن المنبه مرة أخرى خلال 7 أو 8 دقائق لاحقة. لماذا؟ لأن الاستيقاظ يقطع دورة نومك. عندما تضغط زر الغفوة للاستمتاع ببعض دقائق إضافية من النوم، فإن عقلك لا يستأنف نشاطه ببساطة خلال تلك الدورة المتقطعة، لأنه يجب أن يبدأ دورة جديدة لإكمال مراحل النوم العميق. ونظرا لأن منبه الغفوة سينطلق في أقل من 10 دقائق، فليس هناك وقت كاف لإكمال مراحل النوم العميق. هذا هو السبب الذي يجعلك تشعر بالخمول والنعاس عندما ينطلق منبه الغفوة، كما شعرت عندما أيقظك أول جرس منبه. بعبارة أخرى، الضغط على زر الغفوة سواء مرة واحدة أو بشكل متكرر لا يسديك أي معروف، بالعكس فهو يأكل في الوقت الذي يمكنك أن تقضيه في أداء روتينك الصباحي، وهذا بالطبع سيؤثر سلبا على بقية يومك. إذا كنت معتادا على زر الغفوة، كيف يمكنك التخلص من هذه العادة؟ كيف يمكنك تدريب نفسك على تجاهل زر الغفوة والنهوض من السرير عندما ينطلق المنبه في المرة الأولى؟ حاول القيام بما يلي. اضبط المنبه أو الهاتف وضعه بعيداً عن متناول اليد. إذا كان منبهك أو هاتفك بجوارك، مثلاً على منضدة بالقرب من سريرك، فستميل للضغط على زر الغفوة عند انطلاق المنبه. ضعه على الجانب الآخر من غرفة نومك.
إذا اضطررت للنهوض من السرير لإيقاف المنبه، ستكون أكثر ميلاً لبدء صباحك. أعد النظر في هدفك بالليلة السابقة. في الجزء الثاني، 10 خطوات لتبدأ روتيناً صباحياً مثالياً، حددنا سببك أو أسبابك لتصميم وتنفيذ طقوس الصباح. فكر في هذا السبب أو النية قبل الذهاب إلى الفراش. ما الذي تريد تحقيقه ولماذا تريد تحقيقه؟ إذا كنت تركز على هدفك، فستكون أكثر حماساً للاستيقاظ في الصباح لتحقيق ذلك. استيقظ في نفس الوقت كل صباح. لقد تحدثنا عن ذلك في القسم 10 نصائح سريعة لتضمن حصولك على نوم هادئ كل ليلة، لكن الأمر يستحق أن تكرره لتدرب نفسك على تجنب الضغط على زر الغفوة. الاستيقاظ في نفس الوقت كل صباح يثبت ذلك الوقت في عقلك ويضبط ساعتك البيولوجية الداخلية لتسير ذاتيا. بعد فترة قد تجد أنك لم تعد بحاجة إلى المنبه لإيقاظك، ستستيقظ بشكل طبيعي في الوقت الذي تريده. درب نفسك على الخروج بسرعة من السرير. قد يبدو هذا التدريب غريبا، لكنني أشجعك على تجربته. اقفز من السرير لحظة انطلاق المنبه، افتح عينيك وخذ أنفاسا عميقة قليلة. تذكر هدفك وكن متحمسا لتحقيقه. يمكن أن يغير هذا التكتيك البسيط طريقة تفكيرك بالكامل، لدرجة أنك لن تعود لتفكر في الضغط على زر الغفوة. إذا كنت تخشى الخروج من السرير في الصباح، فجرب النصائح 4 التي أشرت إليها أعلى. قد تجد أنك لست فقط أقل ميلاً للنوم، بل أكثر حماساً لبدء يومك. ماذا لو كان لديك أطفال صغار؟ إذا كان لديك أطفال، فأنت تعرف عن كثب تحديات تجهيزهم في الصباح. تحتاج إلى إيقاظهم وجعلهم يرتدون ملابسهم وإطعامهم ليخرجوا من الباب في الوقت المناسب للحاق بأتوبيس المدرسة. إذا قمت بتوصيلهم إلى المدرسة بنفسك أو اصطحبتهم إلى الحضانة، فستحتاج إلى الوضع في الحسبان متوسط وقت التنقل عند التخطيط لصباحك. هناك سبب للاحتفال عندما يسير كل شيء وفقا للخطة. في معظم الأسر التي لديها أطفال صغار، من المتوقع حدوث تأخيرات بسيطة، فهي جزء لا يتجزأ من حياتك. الأطفال يتأخرون ويفقدون التركيز، ولسوء الحظ التأخيرات البسيطة قد تتراكم بسرعة وتجبرك على التدافع والاستعجال لتلتزم بالمهام ضيقة الوقت. على سبيل المثال، قد يحتاج أطفالك للوصول إلى المدرسة 8:30 صباحا. هذا الوقت غير قابل للنقاش. تكمن المشكلة في أن كل خطوة تقوم بها لكي يصلوا في الموعد المحدد، بدءا من إيقاظ أطفالك إلى ارتدائهم ملابسهم وإطعامهم، قد يتطلب مقدار وقت مختلفا في كل مرة. إذا لعب أطفالك أثناء ارتدائهم لملابسهم، فإن ذلك يترك لهم وقتا أقل لتناول الإفطار. إذا أهدروا الوقت أثناء تنظيف أسنانهم، فإن ذلك يترك لهم وقتا أقل لوضع البيجامات في دواليبهم. لا عجب أن يشعر الآباء بالقلق في الصباح. إذا واجهت هذه الظروف، كيف يمكنك تخصيص وقت لروتينك الصباحي؟ ما الذي يمكنك فعله لضمان حصولك على الوقت الذي تحتاجه للاستعداد ليوم ناجح؟ إن أبسط طريقة لتخصيص وقت لنفسك في الصباح هي الاستيقاظ مبكرا. إذا استيقظت قبل أي شخص آخر في منزلك، فسوف تستمتع بوقت هادئ لا ينقطع. الاستيقاظ مبكرا ليس شيئا يجب أن تجربه بدون تخطيط، فآخر شيء قد تريد أن تفعله هو أن تحرم نفسك من النوم الجيد فقط لأداء طقوسك الصباحية. لن يؤدي القيام بذلك إلا إلى تراكم ديون النوم التي يجب عليك سدادها لاحقا. إذا كنت تريد الاستيقاظ مبكرا، فاذهب للنوم مبكرا واتخذ خطوات للتأكد من أنك تستمتع بنوم جيد. التحدي الأكبر هو تنظيم روتين أطفالك الصباحي لتقليل التأخيرات التي يمكن تفاديها. أنصحك بالقيام بما يلي في الليلة السابقة. قم بترتيب ملابس أطفالك، حضر وجبات غداء أطفالك، تأكد من أن حقائب ظهر الخاصة بأطفالك تحوي على الكتب والأوراق والمواد المطلوبة، جهز الأطباق والأكواب لتناول الإفطار في الصباح التالي. اكتب الروتين الصباحي لأطفالك حتى يعرفوا ما يجب عليهم فعله
وبأي ترتيب، مثل ترتيب السرير، ارتداء الملابس ووضع ملابس النوم في الدولاب، وتناول الإفطار، وتنظيف أسنانهم، وارتداء أحذيتهم إلى آخره بهذا الترتيب. امنع أي أنشطة غير ضرورية. لا تسمح لأطفالك بلعب ألعاب الفيديو أو إرسال رسائل نصية إلى الأصدقاء أو مشاهدة الرسوم المتحركة في الصباح. لا ينبغي أن تمنعك حقيقة أن لديك أطفالاً صغاراً من الحفاظ على روتينك الصباحي من خلال التخطيط بعناية في الليلة السابقة ومساعدة أطفالك على التركيز بعد استيقاظهم. يمكنك تجهيزهم للمدرسة ولا يزال لديك متسع من الوقت لنفسك. ماذا لو كنت تفتقر إلى قوة الإرادة؟ لنفترض أنك حاولت بدء روتين الصباح وفشلت بشكل متكرر في المواظبة عليه. ستبقى في السرير وتضغط على زر الغفوة، وعند استيقاظك أخيرا لن يكون لديك وقت لممارسة طقوسك التي خططت لها. عليك أن تركض لمغادرة المنزل في الوقت المحدد. قد تقول لنفسك: أنا بحاجة إلى المزيد من قوة الإرادة في الصباح. لكن هذا غير صحيح. قوة الإرادة ليست الحل. قوة الإرادة هي أحد أكثر جوانب حياتنا التي يساء فهمها. ولأننا نسيء فهم كيف تعمل، فإننا نميل إلى معاقبة أنفسنا دون داع عندما نفشل. إذا كنا نتبع نظاما غذائيا واستسلمنا لإغراء تناول دونت، فإننا نوبخ أنفسنا. إذا كنا نحاول الالتزام بتمارين رياضية يومية وقررنا مشاهدة التلفزيون بدلا من الذهاب إلى صالة الجيم، فإننا نوبخ أنفسنا. إذا كنا نحاول بدء روتين صباحي جديد وقررنا البقاء في السرير بدلا من القيام به، نشعر بالفشل الذريع. وتأنيبك لنفسك هو نفسه دائما: أنا بحاجة إلى المزيد من الإرادة. المشكلة هي أن قوة الإرادة مثل خزان الغاز. حينما تستخدم القليل من الغاز في كل مرة تتخذ فيها قرارا بالتخلي عن خيار من أجل خيار آخر، يستمر هذا النضوب طوال اليوم حتى يفرغ الخزان. قوة الإرادة أيضا لا يمكن الاعتماد عليها، بينما نتحلى بها في الصباح أكثر من المساء. قد لا يكون لدينا ما يكفي لمواجهة المقاومة وتقوم بعمل هادف. اعتمادك على قوة الإرادة غير حكيم. إذا لم يكن الحل هو المزيد من قوة الإرادة، فما هو الحل؟ الحل بسيط: اخلق عادة جديدة. عندما تفعل شيئا مرارا وتكرارا باستمرار ومثابرة يصبح السلوك متأصلا، وفي هذه المرحلة أنت لا تحتاج إلى قوة الإرادة. مثلا أنت تغسل أسنانك كل صباح، ونظرا لأنك كنت تفعل ذلك لسنوات فهي عادة مترسخة بعمق. ليس عليك التفكير في فوائد القيام بذلك، أنت تقوم بها فقط. لست بحاجة إلى قوة الإرادة لتحقيق ذلك. ولهذا السبب من المهم أن تجعل طقوسك الصباحية عادة، فقيامك بذلك يغنيك تماما عن الحاجة إلى الاعتماد على قوة الإرادة، حيث إنه مورد محدود وغير موثوق به. كم من الوقت يلزمنا لتبني عادة حتى تصبح متأصلة؟ من الصعب قول ذلك على وجه اليقين، وهو يختلف من شخص لآخر. تبين الأبحاث أن الأمر قد يستغرق ما بين 18 إلى 254 يوما، وهذا يتوقف على الفرد. تظهر الأبحاث أيضا أن البيئة تلعب دورا رئيسيا في كيفية قيامنا بالاختيارات بين الخيارات التنافسية. بعبارة أخرى، يمكننا تصميم بيئة محيطة تدعم جهودنا لاكتساب عادة الروتين الصباحي. لقد تطرقنا إلى هذه الفكرة في الخطوة السابعة: نظم روتينك الصباحي. هناك أعطيت مثالا على وضع حذاء الجري جانب سريرك. بقيامك بذلك ستقلل من مقاومتك لممارسة الركض إذا كان هذا جزءا من روتينك، كما نصحت بوضع كوب ماء على منضدتك. القيام بذلك يسهل عليك ترطيب جسمك فور الاستيقاظ. ها هي النقطة الرئيسية: لست بحاجة إلى قوة الإرادة للحفاظ على روتينك الصباحي. ما عليك سوى جعل روتينك عادة. مع الوقت والمواظبة على الروتين سيصبح السلوك مترسخا لدرجة أن عقلك سيرغب في البدء في الروتين بشكل طبيعي عند الاستيقاظ. لنختم هذا القسم بمقولة للفيلسوف اليوناني أرسطو: